أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من استوديوهات قناة الإمام الحسين الفضائية المجاورة والمطلة على حرم سيد الشهداء عليه السلام يأتيكم برنامج هداية السائل نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة ورقم الواتساب هذا خاص بالرسائل فقط وكل ما يرد في البرنامج من اجوبه مطابق لفتاوى ايه الله العظمى المرجع الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله اولى هذه الاسئله سؤال يقول صاحب السؤال هل يجوز وضع اليد على الراس عند قراءه دعاء الفرج في القنوت وهل هناك فرق بين الصلاه الواجبه والمستحبه في ذلك هذا هو السؤال توضيح للسؤال بشكل عام حتى في سبيل يصل الى اكبر شريحه من الناس القنوت في الصلاه يعني هو دائما يكون في الركعه الثانيه سواء كانت صلاه نافله اللي هي من ركعتين دائما أو صلاة واجبة، صلاة الواجبة اليومية مثلا أو بعض الصلوات الواجبة الأخرى كصلاة الآيات مثلا وغيرها. آه صلاة واجبة أو صلاة مستحبة. السائل يقول أنه القنوت. القنوت يقرأ فيه دعاء عادة من الأدعية المأثورة والمنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ومنها دعاء الفرج آه اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن الى اخره هذا الدعاء هذا بعض الـ الـ يعني بعض الـ المتدينين المتشرعين يضع يده فوق راسه عند قراءه هذا الدعاء الذي هو دعاء الفرج السائل يقول في الصلاه الواجبه او المستحبة حينما اقنت بدعاء الفرج هل استطيع ان اضع يدي على راسي هل يجوز ذلك ام لا يجوز الجواب يجوز ذلك بلا فرق بين صلاه مستحبه او صلاه واجبه هذا هو الجواب طبعا هناك سؤال اخر سؤال حول مساله دائما يعني ممكن هذا السؤال يرد دائما وهو محل ابتلاء في الحقيقه، وهي مساله اللعب بلعبه الدومينو، يقول صاحب السؤال: هل حلال ويجوز اللعب بالدومينو بلا رهان وبلا مبلغ مالي وبلا اي شيء اخر سوى للتسليه فقط؟ هذا هذا كان سؤاله، الجواب: آلات القمار المنصوص على حرمتها شرعًا كالشطرنج والنرد، والمخترعة للتقامر، المخترعة للتقامر المقصود بها يعني الآن آه في الآن أو مستقبلًا. واحد يبتكر ابتكار لعبة معينة ويجعلها للتقامر لذلك يعبر عنها بالمخترعة للتقامر بها ومن أمثلتها هي هذه الدومنة والورق فإنه يحرم اللعب بهذه الألعاب حتى وإن كان للتسلية وبلا رهان بل يحرم بيعها وشراؤها واقتناؤها في البيت أيضا حرام سواء تسلية أو غير تسلية إذن ما يكون فرق من الناحية هذه نعم السؤال اللي بعد سؤال في الحقيقة لفت نظري يقول صاحب السؤال هل اكل طحين العظام جائز لاسباب صحيه وهل يجوز تناوله من غير ضروره والعظام المفتته في الطعام هل يجوز تناولها؟ نعم طبعا لشرح السؤال الان توجد في هذا الزمان الات يمكن لهذه الالات ان تجعل العظام الصلبه دقيقا طحين تجعلها طحينا هسه ممكن تستخدم لاي استخدام اخر منها استخدامات طبيه استخدامات للطعام استخدامات للتوابل اي استخدام كان هذا الطعام أساساً عفواً هذا العظام أساساً تابعة في حليتها وفي حرمتها وفي أي حكم عليها تابع إلى حلية الحيوان الذي أخذ منه هذا العظام، فإذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه وقد ذُكي بالشكل الصحيح يعني تذكيه صحيحه يعني الذابح مسلم التوجه الى القبله، الذبح بالسكين، التسميه، كل هذه الامور اللي بمجموعها تسمى تذكيه. هذه اذا توفرت وذبح هذا الحيوان وهو ماكول اللحم، العظام تابعه له. في حليته وفي حرمته وفي كراهته وفي كل الاحكام ممكن تجري عليه. نعم، لذلك شوف الجواب عن هذا السؤال مساله انه لو جعل العظام طحينا ولاجل ان يكون من مثلا من التوابل او طعام مثلا الجواب العظم من الحيوانات حلال اللحم أمثال البقر أمثال الضأن يعني المقصود به الخرفان مثلا أمثال الإبل ذني حيوانات مأكولة اللحم غزلان أيضا مأكولة اللحم الحيوانات التي يؤكل لحمها فالعظام من الحيوانات حلال اللحم المذكات يجوز أكله ولو لغير ضرورة إذا لم يكن فيه ضرر بالغ عدنا اتصال رعد من الزبير اتفضل يا رعد أهلا وسهلا ومرحبا رعد من الزبير تفضل اهلا وسهلا ومرحبا. فرعد من من رخصتك فقط قلل من صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف مباشرة. انقطع الاتصال مع الاسف مع الاخ رعد ان شاء الله يعاود معنا. ايضا من الاسئله التي نحن الان بصدتها سؤال حول ايضا هذا في الحقيقه يعني عام البلوى مساله الوضوء الكثير من الناس اللي متعلمين طريقه الوضوء عرفا يعني من الناس العاديين مو من طلبه العلم ولا مثلا من الناس المتدينين الملتزمين فمتعلمين طريقه الوضوء مثلا من امهاتهم من ابائهم وهو وهؤلاء ايضا يتوضؤون بشكل خاطئ شوف هذا السؤال يقول صاحب السؤال ما حكم من كان يغسل وجهه ثلاث مرات في الوضوء ثلاث مرات جهلا منه بذلك طبعا نحب أن نذكر للمشاهدين الكرام أن الجهل يكون على نحو جهل قصوري وجهل تقصيري نشرح هذه المسألة إن شاء الله بعد ما ناخذ الأخ من الزبير عاود الاتصال معنا تفضل أخ رعد ألو أخ من الزبير تفضلوا يا حبذا لو يكون اتصالك معنا عبر الهاتف فقط. يعني معناها اترك التلفزيون وقلل من صوته وخلي الحوار بيناتنا عبر الهاتف فقط. ان شاء الله نعم. <تصفيق> انا كلمتك اخ يعني يا حبذا لو يكون الاتصال عبر الهاتف. قلل التلفزيون بالي من صوته. وتكلم معي عبر الهاتف فقط، شنو سؤالك أخ رعد؟ تفضلوا. يبدو أنه من بالي. أخ رعد الآن تفضل شنو سؤالك؟ نعم مولاي. شنو سؤالك أخ رعد؟ تفضلوا أهلاً وسهلاً. مولاي عندي صار عندي أمر يعني قبل ثلاث سنوات نعم قطعت الصلاة. رجعت هسه عدت الصلاه برمضان وصمت الحمد لله الحمد لله شنو مولاي هاي؟ هاي ثلاث سنين تعيدها يعني تقضيها قطعت الصلاه قبل آه قبل ثلاث سنوات بلي تقضي تقضي هذه عدت الصلاه برمضان وصمت الحمد لله والشكر فشنو هالكومه مولاي؟ تقضيهن ذن ثلاث سنوات اخر تقضي ذن الثلاث سنوات قضاء فقط أذن الثلاث سنوات اللي عفت بهن الصلاة تقضيهن فقط عليك القضاء ماكو عليك شيء آخر بلي أما مسألة الصيام بذن ثلاث سنوات آه إذا إذا كنت أنت ترك الصيام عمداً فعن كل يوم من أيام رمضان اللي فاتك في نهاية السنوات كفارة إما صيام شهرين متتابعين عن كل يوم وإما إطعام ستين مسكين عن كل يوم من ذني السنوات الثلاثة اللي أنت إن هذا إذا كان تركك للصيام عامدا وبعلمك تعلم أنها واجب عليك مع ذلك أنت تركتها هذه هي كفارتها وتقضيهن وتدفع فدية تأخير القضاء اللي هو 22 كيلو ونص من الطعام يعني الطحين عن كل شهر من ذن الأشهر الثلاثة اللي هي ثلاثة سنين يعني ثلاثة أشهر من أشهر رمضان هذا هو حكمها بالنسبة للصيام أما بالنسبة للصلاة فالصلاة فقط قضاء ليس عليك شيء آخر نرجع إلى مسألة غسل الوجه ثلاث مرات يقول صاحب السؤال جهلا ما حكم من كان يغسل وجهه في الوضوء ثلاث مرات جهلا منه بذلك الجهل عندنا احنا كما قلت لكم ينقسم الى قسمين جهل قصوري وجهل تقصيري هسه سواء كان قصوريا او تقصيريا منه فالغسله الثالثه ليست مبطله للوضوء وانما هي محرمه حرام تاتي بالغسله الثالثه اما هل هي مبطله فليست مبطله غسل الوجه الغسله الثالثه محرمه وليست مبطله هذا هو الجواب عندنا اتصال تغريد من بغداد تفضلي يا تغريد تغريد من بغداد تفضلي اهلا وسهلا ومرحبا قللي من صوت التلفزيون يا تغريد وجاوبيني عبر الهاتف فقط مع الأسف انقطع الاتصال مرة أخرى يعني يا حب ذلو يعني كل المشاهدين الكرام اللي يتصلون على البرنامج خلي يكون اتصالهم على البرنامج يعني عبر الهاتف فقط وليس يعني مو فقط يعني يحط التليفون على وجهه ويباوع على التلفزيون يعني ما يقدر يتصل بينا بشكل صحيح هكذا المهم آه نذهب إلى السؤال اللي بعده يقول صاحب السؤال بلي عاودة الاتصال معنا تغريد من بغداد تفضلي يا تغريد ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي شنو سؤالك يا تغريد؟ الو شنو سؤالك تغريد تفضلي؟ الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يا اهلا وسهلا شنو سؤالكم؟ مولانا أنا مطلوبه صيام نعم كنت جاهل ما اعرف يعني الصيام واجب نعم ما اعرف واجب جاهل بالي وهسه يعني هسه هسه افتهمنا إذن هاي أقضي فدية لو كفارة أنطي لا كفارة اه ما أقدر. لا مع الجهل فقط قضاء مع فدية تأخير الصيام والفدية ليست كفارة انتبهي الفدية فدية تأخير الصيام اه ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم وهي بمجموع الشهر لما نجمعها عندني يصير عندنا 22 أفاك. 22 كيلو ونص هذه هو مقدار الفدية عن كل شهر عن كل شهر من الأشهر اللي فاتنك قللي من صوت التلفزيون يا تغريد حتى أسمعك أهلا وسهلا ومرحبا بني. نرجع إلى أسئلة البرنامج طبعا إحنا كان عندنا فقرة في الحقيقة مسألة الواتساب وهناك رسائل كثيرة عبر الواتساب جايتنا نأخذ الاتصال نأخذ هذا السؤال على الواتساب يقول صاحب السؤال لقيت خمسة آلاف على الأرض وأخذتها شنو الحكم؟ إذا أنت كنت فقير ممكن أن تأخذها إلى نفسك بعنوان صدقة عن صاحب هذه الخمسة آلاف أيضا يا صاحب نعم أيضا من أسئلة الواتساب يقول التسبيحات بالصلاة يصح نقول مرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللي هي التسبيحة الكبرى ينبغي أن يكون التسبيحة الكبرى مفردة فردية لو وحدة لو ثلاثة والأفضل أن يكون ثلاثة أما اثنين لا زين آه أيضا من أسئلة الواتساب يقول أنا طلعت فطرة الزكاة ولم أعطيها لحد الآن ما هو الحكم الشرعي إذا مدام أخرجت هذه الفطرة من أموالكم ففي أي وقت إذا حصلت الفقير تنطوا هذه الفطرة هل يجوز لي أن أؤجل تخميس مبلغ أقرضته لسنة خمسية أخرى مع العلم أن هذا المبلغ يطول فترة سدادة أم أدفع خمس هذا المبلغ أقساط نعم. إذا هو إذا أنت كنت المقترض لهذا المبلغ طبعا هذا هو ربح هو أصلا دين هذا. فمن سدد المبلغ أثناء الأشهر اللي يسدد بها قبل يوم التخميس هذا من المؤنة من المؤنة. فليس عليها خمس و كما يقول صاحب السؤال ان هذا المبلغ يطول فترة سداده نعيد قراءة هذا السؤال هل يجوز لي ان اؤجل تخميس مبلغ المفروض يقول اقترضته لسنة خمسية اخرى هو اذا كان دين اقتراض فهو ما عليه خمس هذا هو أساسا دين يعني مو ربح حتى لانه التخميس على الارباح الفوائد اما انه اقتراض هذا مو فائده مو ربح اساسا زين ناخذ هذا السؤال أه الظاهر هذه امراه تقول انا متطوعه بالبالي وعندي زوجة حماي مواليدها ما مقبولة بالتطوع بس هي نشاط وقوة والحمد لله يصير آخذ آخذ له جنسية أخته الأصغر منه على موت تنقبل بالتطوع ويا إذا كانت الجهة اللي تقبل المتطوعين تقبل هذه المسألة لا بأس أما إذا كانت ما تقبل قوانينهم ما تقبل فلا يجوز نعم عندنا ايضا من الاسئله الواتساب بلي آه سؤال يقول عندي صديق وكانه اخ وطالما نجلس معا وتربطني به علاقه قويه جدا قام بعض المؤمنين باعطائي مبلغ قدره خمسمائة ريال عباره عن مساعده وهديه له فقمت انا بتوصيل المبلغ الى صاحبي واخبرت صاحبي اني اخذت منها مئة ريال فقال لي حبا وكرامه وهو متسامح معي جدا حتى انه بلي اراد ان يدفع لي المبلغ كاملا من شده حبه لي فرفضت وانا الح عليه ان يبرأ ان يبرئ لي الذم زين سؤالي هل تبقى في ذمتي شيء؟ طالما انه قد عفى عني وسامحني على ما قمت به من هذا العمل أبلي نعم اذا ابراك الذمه وسامحك واعطاك يعني اجازك على هذا الاخذ فلا باس بذلك ولا ضرر عليك نعم أبلي نعم من الأسئلة يقول صاحب السؤال هنا ظاهر اسمه صالح حرمتي من تجيها دورة شهرية وكثير تطول وايد تطول يعني وايد بكلمة خليجية يعني كثير عليها راجعت الطبيب بس ماكو حال في شهر رمضان ما تقدر تصوم ما هو الحل في الصيام طبعا ينبغي أن تفهم أنه الدورة الشهرية أقل شيء ثلاثة أيام وأكثر شيء عشرة أيام يعني الدورة الشهرية أبدا ما تيجي يوما وأبدا ما تيجي عهد عش يوم هي هذا القرار من ثلاثة إلى عشرة هاي هي الدورة الشهرية فقط لذلك ما بق ما قبلها وما بعدها يعتبر استحاضة أو لربما هو نزيف هذا. نعم. وصلنا إلى ختام وقت البرنامج، نحب أن نشكر الداعمين والمساهمين والمتبرعين لقناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج بنفس هذا التوقيت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.